لو انك بتروح مضاربه واخترت واحد من رؤساء الانديه يكون خوي معك، من تختار؟ خوي ولا في جنبي خوي يفزع لك يعني؟ اكيد بختار منصور بلوي. ليش؟ يعني ضخم، تقدر ترجم من وراه. حتى الامير فيصل بن تركي ضخم. لا بس منصور يعني ما شاء الله دورين نصراوي يعني اوكي، بس يعني ما ادري فيصل نفس ضخامه. والامير عبد الرحمن بعد ترى على فكره انا ما قد قابلت منصور بلوي وجه لوجه، فما اعرف هو ضخم ولا فيصل. طيب.